الأعلام والألوان الوطنية في كل مكان هذه الأيام، حيث يستعد الجميع للاحتفال باليوم الوطني. وداخل الأسواق أصبحت تجارة الأعلام والملابس والمقتنيات الملونة بألوان العلم الوطني تجارة رائجة في هذه الفترة، حيث تشهد محلات عرض هذه المقتنيات إقبالاً كبيراً من طرف المواطنين والمقيمين للتعبير عن تقاسم الجميع لهذه الفرحة الكبيرة في ذكرى المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني رحمه الله. أشوف في إقبال يعني حق الناس، المشتريات الأعلام وتزيين السيارات، أشوف في إقبال يعني كل سنة ننطر هذا الشيء، يعني صراحة يعني فارغ الصبر ننطر الشيء هذا، وهذا شيء يعني إن شاء الله إنه يتكرر حق الأجيال وأجيال وأجيال إن شاء الله بإذن الله. والله شيء يعني كحب حق الوطن، يعني إن أعبر فيه عن حبي حق اليوم الوطني مثلا عشان نحتفل فيه بعد مع الشباب، ونطلع ولا نروح العارضة ولا يعني نرتب حق اليوم الوطني. اللمسات الإبداعية باتت حاضرة في هذه التشكيلات المنوعة من الملابس وغيرها من المقتنيات، وللسيارات زينتها الخاصة في هذه المناسبة السعيدة، حيث يحرص أصحابها على التعبير بطريقتهم الخاصة عن الفرحة في يوم التكاتف والولاء. إيها الحين جاي بفصل الموتر، ركب أعلام ونحتفل مع الناس والعالم. فاليوم الوطني يعني عبارة عن اجمع العالم بصفة عامة، يستانسون بنفس الوقت، تعرفون على بعضهم، وعساه دائم إن شاء الله يكون لنا ولكم إن شاء الله. والله هو حب الوطن والتعبير، وشوف عندنا في شارع الكرنيش زينا احنا، وشوف من تزيين يكون أحلى. ألوان زاهية تجذب الجميع، وفرحة يتقاسمها الكبار والصغار تعبيراً عن تعلقهم بهذا الوطن المعطاء.